في ولاية يدرا يطلع مركز الاستطباب الجهوي بأطار بدور كبير في تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية لصالح سكان المدينة. ويعد هذا المركز أهم منشأة صحية على مستوى ولاية أدرار من حيث الطاقة الاستيعابية والتجهيزات الطبية. مركز الاستطباب الجهوي بمدينة أطار، يعد هذا المركز أهم منشأة صحية على مستوى ولاية أدرار من حيث الخدمات الصحية والتجهيزات الطبية. هذا المستشفى مركز الاستطباب بأطار هو أهم منشأة في ولاية أدرار صحية. هي الحمد لله فيها غرق قدرتنا كانت 50 سرير وازدادت لعاد 60 سرير بحصول الكوفيد من 2020. ويقدم المركز يوميا عشرات الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة لصالح المراجعين. فهم استشارات اللي تعني طبعا أخصائي أمراض النساء، وفهم استشارات تعني طبيب الجراح. وأخصائي أمراض النساء يقوم يوميا باستشارات ما بين 50 إلى 60 مريض. الحمد لله أغلبية الحالات اللي على مستوى جناح أمراض النساء يتم علاجها على مستوى الجناح. فهم حالات طبعا تحتاج عليها رفع يكمل حالات قليلة غير مولي لا تخلق شيء ملاك. وعلى صعيد الفحوصات يتوفر المركز على مختبر يضم مختلف الأجهزة اللازمة لإجراء الفحوصات الضرورية. بالنسبة للمختبر هون متوفرة فيه غالبية الفحوص اللي المطلوبة بالنسبة لمركز استطباب بطار، نظرا لأنه مركز استطباب عنده ياسر من النواقص، عنده نقص في الأخصائيين. بالنسبة للمختبر يوفر الفحوص الضرورية اللي مطلوبة دائما على مستوى المركز. رغم ذلك يعاني المستشفى من نقص في بعض الاختصاصات الطبية الضرورية إضافة لبعض الأجهزة المتخصصة. من أهم النواقص اللي دائما يعاني منها مستشفى أطار وجود وحدة السكانير، وحدة سكانير على مستوى المستشفى هي من أهم النواقص اللي نعاني منها. فهم طبعا اللي قال وتخصص امراض القلب تخصص مهم وحالات اللي دائما نرفعها شارة مستشفى القلب. ومع ذلك يسهم المستشفى الى حد كبير في تغطيه الخدمات الصحيه على مستوى الولايه ويقدم الرعايه الطبيه اللازمه للسكان. الحسن دباب، قناه الموريتانيه، مدينه أطار.